قالوا لي بترحلي خلال 14 يوم وإلا بنسلمك للنظام، وكلام جدي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى اتحاد الشعب السوري عامة وإلى كل ثائر وحر وصادق بسوريا. أنا اليوم استدعوني السلطات الأردنية على دائرة المخابرات وفاجأوني بقرار رحيلي من الأردن. أنا وعيلتي وشخص يدعى أبو حمزة الصلخدي، هو من الثوار المعروفين يعني. إيه والله ترحيل تعسفي بدون أي أسباب. وبطلب من اتحاد الشعب السوري ومن ثوار سوريا كافة لمساعدتنا نغادر الأردن قبل 14 يوم، كونه لا أملك دينار واحد وبدي 9 جوازات وبدنا تذاكر وبدنا فيز، وحالتي يعلم بيها القاصي والداني.